السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو نتوجه إلى الله عز وجل بأصدق الدعوات وأحر الأمنيات لشفاء ملكنا الحبيب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ملك أحبه شعبه وأخلص في خدمته، ساعيا لنهضة هذا الوطن ورفعة أبنائه. فنسأل الله العلي القدير أن يعجل بشفائه وأن ينعم عليه بالصحة والعافية، ليظل ذخرا وسندا لهذا الوطن. تابعونا في هذا الدعاء المبارك لجلالة الملك، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إلى شعبه سالما معافى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع الرحمة، يا مالك الملك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبصفاتك العليا التي إذا سئلت بها أعطيت، أن تصبغ شفاءك العاجل على جلالة الملك محمد السادس نصره الله. اللهم احفظه بعينك التي لا تنام وبقدرتك التي لا تضام، وألبسه ثوب العافية والصحة، وعجل له بالشفاء التام من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل صحته في عافية مستدامة، واحفظه لنا يا رب سالما معافى، ووفقه لكل خير، واجعل السداد في خطاه والبركة في عمره. اللهم كما جمع قلوب المغاربة على حبه، أجمع له أسباب الصحة والسلامة، واحفظه لنا رائدا وقائدا وسندا. اللهم أمده بالقوة والعزيمة، وبارك في جهوده لما فيه خير الأمة، واجعل شفاءه خيرا على هذا الوطن الغالي. اللهم سخر له من عبادك من يعينه ويقف بجانبه في السراء والضراء، وأدم عليه موفور الصحة والعافية، وأقر عيون المغاربة جميعا بعودته سالما معافى. يا رب احفظ جلالة الملك وأطل عمره في طاعتك، واجعل له العافية والراحة في كل أيامه ولياليه، وارزقه من بركات السماء والأرض. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمة ملكنا الحبيب، واجعل محبته في قلوبنا رحمة ووحدة، وامنحنا جميعا حبك ورضاك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين. وفي الختام، اللهم تقبل منا دعاءنا لملكنا الحبيب، وبارك لنا فيه، وأسبغ عليه نعمة الصحة والعافية. نسأل الله أن يطيل عمر جلالته في الخير، وأن يرزقه العزيمة والقوة ليواصل قيادته الحكيمة لهذا الوطن العزيز. جزاكم الله خيرا على متابعتكم ومشاركتكم دعاكم الصادق، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والسلام في ظل جلالته. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.